اما دلوقتي فمع حسن الرداد اللي نشر بوست على الانستجرام الناس شافته على انه تهديد للمنتج ايهاب طلعت بقضيه جديده بعد ما انتشر خبر حبسه 3 سنين في قضيه الشيكات الخاصه باحمد السعداني. حسن نشر صوره للخبر وكتب القادم أسوأ انتظرني، وطبعا اللي متابع التفاصيل بيعرف انه بيقصد مشكله مسلسل نوح اللي تعاقد عليه مع طلعت في رمضان الماضي، ومن بعد ما بدا التحضير لهالعمل اعلن عن تاجيله بسبب مشاكل انتاجيه. وصبحي قابل حسن الرداد في مصر وسألوا عن التفاصيل. يعني الناس ما شافوك بال 2017 بدور برمضان بالدراما. خليني أعرف أول شيء ليش؟ للأسف أنا تعرضت يعني نقول لعملية نصب. فهو كان قبل يحاول يحتوي الموضوع ويكون دبلوماسي كل ما بنسأله عن تأخير التصوير. مسلسل نوح بيواجه أزمات وتوقفات كثيرة جدا. مين قالك في أزمات وتوقفات؟ صور الحمد لله. ويمكن السبب إنه المنتج سبق وشارك بإنتاج مسلسل نيلي وشريهان لإيمي ودنيا سمير غانم. كنتش أعرف تاريخه. أنا كنتش أعرف إنه هو بيعمل شيكات بدون رصيد وشيكاته وكده، وكان فيه قصة هروب قبل كده برا مصر والموضوع ده كله، كانش عندي خلفية عنه. بتستنى بس ليصير في حكم؟ انا طبعا رافع قضيه في المحكمه وبشاكي في النقابه بتاعتي، نقابه المهنه التمثيليه. ويبدو انه مشكله طلعت ما رح تكون مع حسن لحاله. كل الكرو بتاع المسلسل شاكين، كل واحد في نقابته، نقابه السينمائيين واتحاد النقابات، وفي مجموعه قرارات هتصدر في الفتره المقبله مع الشخص المسؤول عن الموضوع ده.